في تعارف في العجز، العجز في الطاقة، العجز موجود حتى لو اشتغل الطاقة بكامل طاقتها يظل العجز موجود. نحن في محطة ريان بذل جهود ليل ونهار أساس علشان يعني تبقى مولداتنا في الجاهزية وتخفيف المعاناة على الناس. تم تقسيم عمار الصيانات إلى جروبات مناوبة 24 ساعة في المحطة على أساس تدخل السريع عند خروج أي مولد من الخدمة، يكون مباشرا مباشر العمل ودخوله في أسرع وقت. مناشد السلطة المحلية طبعا على تواصل معنا باستمرار وتقديم كافة الدعم من وجود وبعض متطلبات قطع غيار وقيادة المؤسسة، توفير بعض متطلبات زيوت وجزء من قطع غيار برضه، لكن ظل الطلب كبير، طلب قطع غيار مكلفة واحتياجات الكهرباء كبيرة جدا فوق طاقة المحافظة. الصعوبات يعني الآن المحطة متهالكة، وانتي الخلل المتواصل في المحطة من مدة أشياء، شفت كيف؟ يعني تبغى صيانة، يعني الآن ممكن نقول لكم تبغى صيانة كاملة، يعني overall maintenance أو صيانة عمرية. المحطة هاي صيانة عمرية اللي معنا اللي احنا نحافظ عليه، ما بنكذب يعني 35 ميجا 34 ميجا هذا الموجود، لكن المحطة بحاجة إلى صيانة عمرية. المنتقصات طبعا القطاع الغيار المطلوب، والصيانات العمرية هذه لا تأديها للطاقم المحلي، الصيانات العمرية يأديها طاقم خارجي أجنبي متخصص من شركة وارد سلة، يعني هو يشرف احنا نقوم بالعمل، العمل كعمل فني نحن نقومه، لكن هو يعني اللي يقوم بالإشراف على الصيانة، لأنه مش صيانة المولدات وصيانة التوابع. يعني احنا الآن ننظر إلى صيانة التوابع، مش صيانة المولدات بس أو صيانة المكاين بس، صيانة التوابع مهمة جدا، الغليات، سبريترات الوقود، الفاير فايتنج، بس التوابع هذه أجهزة الحريق وما الحريق، شفت كيف؟ كل هذه الأجزاء، فترات أوتوماتيكية للزيوت، سبريترات الزيوت، شفت كيف؟ هذه كلها مهمة جدا. كميات الديزل والمازوت الآن ممتازة جدا وأفضل من أي وقت مضى، متوفرة الآن. السلطة المحلية تبنتها تبني كامل الآن. ليش الطفي؟ نقول لك عجز في التوليد. وإيش عجز في التوليد؟ ما عندك مولدات تولد، شفت كيف أنت؟ ليش أنا نقول لك المشاريع المستقبلية هذه ضرورية؟ يعني إيجاد محطة، إيجاد مولدات تعطيك كهرباء، شفت؟ يعني عندك الآن مثلا مولد واحد لو قام في الريان الآن مولد سبعة بيحسن. محطة الريان تعتبر من المحطات المركزية في محافظة حضرموت، وهي محطة حيوية جدا يلتزم تشغيل هذه تشغيل البلاد. طبعا القدرة التشغيلية الحالية الموجودة عبارة عن خمس مولدات، كل مولد بسعة 10 ميجا اسمية. خروج احدى هذه المولدات يؤثر تأثير مباشر في المنظومة في حضرموت كامل في برنامج الطفي. السعة الموجودة حاليا في البلاد تفوق الطاقة الموجودة حاليا، مما سبب هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي. والمعلوم أنه لا يوجد هناك أي محطة توليدية أخرى تم تشكيلها من غير الآن محطة توليد الشحن اللي هي 40 ميجا اللي بتدخل وتقلل من العجز الموجود.